ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا رب يرزق كل واحدة محرومة من الذرية الصالحة يا رب، كل واحد مريض يا رب يرزقه بالصحة والعافية يا رب، ويفك هم كل واحد يا رب. أيوة البنات، وقت الشتاء دعيوا دعيوا دعيوا، الدعوة كتكون مستجابة وقت الشتاء. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. كما كتشوفوا اليوم عندنا واحد اليوم ممطر، فيه الشتوى وفيه الجو ديال الشتاء. اول حاجه قبل ما نبدا هذا الفيديو، بغيت نشكركم بزاف 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 بزاف، بغيت نقول لكم شكرا لكل شيء، التعاليق ديالكم قريتها، وبغيت نقول لكم شكرا على الحب ديالكم، شكرا على الدعم والتشجيعات ديالكم، شكرا لانكم يعني ما خليتونيش نحس بدك التعليق، ما خليتونيش نوقف عندهم. فبغيت نشكركم البنات، يعني قد ما نشكركم ما غاديش نوفي الحق ديالكم، قد ما نرد عليكم ونكتب لكم ما غاديش نوفي طبعا الحق، يعني الحق ديالكم. ف بغيت نقول لكم الله يخليكم ليا، ويا رب يدوم المحبه ما بيننا، ويا رب دائما يقويني باش نزيد نعطيكم فيديوهات اللي هي مفيده لكم، والفيديوهات اللي كتعجبكم بالبساطه ديالها وبالتواضع ديالها، يعني كما انا بغيتوني وكما انا قبلتوني. فيا رب، لانكم صراحه نتوما دابا حملتوني واحد المسؤوليه اللي كبيره، باش نزيد نخدم مزيان على القناه ونزيد ننزل لكم فيديوهات وما نغبرش، لانه كاينين الناس بزاف كيبغيوني. اكتشفت انه كاينين الناس بزاف كيبغيوني، وكاينين الناس كيعلقوا ليا والناس كيتفرجوا فيا، ولكن ما كتساعدهمش الظروف انهم يعلقوا او لا يكتبوا ليا في التعليقات. فمن هنايا بغيت نشكركم بزاف، بغيت نقول لكم الله يكثر خيركم، الله يجازيكم بخير انكم بغيتوا واحد الانسانه وعمركم ما شفتوها او لا تلاقيتوا معها فقط عبر الشاشه، بغيتوني وحسيتوا بيا يعني وعرفتوا اني انا واحد الانسانه متواضعه، وما فيهاش داك يعني ما فيها لا حقد لا زواق لا حسد. فالحمد لله، هذه نعمه من عند الله، وهذه يعني حاجه كبيره عندي وحاجه كبيره اللي فرحتني. فبالنسبه للفيديو ديال اليوم، كما كتشوفوا غتشوفوا البنات اني غادي نرحل من هذا الدار، ونتشارك معكم اول حاجه اللوبيا. اللوبيا طبعا هي ديال الشتاء وديال الدراوش الحمد لله. فانا كنديرها بواحد الطريقه اللي هي ما غاديش نسلقها نهائيا، طريقه جد سريعه بالنسبه للبنات اللي عزيز عليهم وكيبغيو يديروها مثلا، او لا جا في بالك شي نهار مثلا ديريها بلا ما ترقديها او نسيتي انك ترقديها. فهنا كما كتشوفوا جبت الكوكوت ديالي، المهم ما تديوش على الكوكوت هذا النار، غير غمضوا عينيكم على اي حاجه غادي تشوفوها، لان الكوكوت من بعد ايديها ترسات ليها خاصه واحد الحكم، ولكن ماشي مشكل تنمشي للدار الاخرى. فكما قلت لكم هنا كديروا الماء يكون شويه دافي، درت شويه الكمون شويه الملحه ورقه ديال سيدنا موسى او ورق الغار، ودرت الفاصوليا ديالي البيضاء، سديت عليها تقريبا واحد 20 دقيقه او ربع ساعه. من بعد حليت عليها، درت فيها الطماطم اللي كتكون مطحونه، درت فيها البصل، انتما ممكن ديروا البصله مع الطماطم طحنوهم، ودرت فيها الثوم، وكندير البهارات ديالي، كندير صلصه الطماطم، كندير شويه ديال الزيت فقط بالنسبه للبهارات، شويه فلفل اسود، شويه ديال الكزبره، شويه ديال البابريكا الحاره، مهم دوك البهارات اللي نتوما كتبغيو. انا هنا كما شفتوا مطيشه او الطماطم كانت عندي في المجمد، فطلعتها ديريكت يعني ما طحنتهاش مع البصله.
صدقوني البنات هاد الطريقة كتجي لذيذة وكتجي زوينة يعني، وكأنك مرقداها قبل، ونهائيا ما كتعملش غازات او لا كتضر في المصران بالنسبة للناس اللي عندهم القولون نهائيا. ما كت يعني ما دير لك حتى شي حاجة، لان يعني انا من داك النوع اللي عندي تا انا كيضرني القولون، كيضروني المصران يعني، بحال الاكلات. فهالطريقة هذه مزيانة، ما تخافوش منها. المهم هنا كما قلت لكم درت البهارات، درت الماطيشال، بصلات، ثوم، درت الزيت صافي. وكنتو بغيتو تضيفوا داك الكنور او لا ماجي او لا داك، المهم هذاك ديال الكنور اللي عندنا في المغرب، ضيفوه تو كيعطي طعم زوين. انا هنا ما ضفتش حاجه، ضفت غير هذا الشيء اللي وريتكم، ورديتها رجعت رديتها على البوطه واحد ربع ساعه، وهذا هو الشكل ديالها. المهم غير قبلوا عليا، داك الشيء راه مرون، داك الشيء محطوط غير عشوائيا لانه ما كانش عندي الوقت نهائيا. الحمد لله غير ملي درت هذا الشيء طيبته صافي، قليت مع واحد شويه الحوت، ودرت السلطه، ودرت واحد شويه الرز ومخللات هذيك الشيها، حيتاش ما كانش الوقت نهائيا كتعرفوا الرحيل. وهنايا جبت الماعان كلهم، داك ديال الزاج، وجدنا الكرتون انا وراجلي. مهم هنايا كاينين الحوايج، كل قنت عامر، كل قنت فيه داك الشيء، فيه بحال الجبل. وهاد السيكان هما كينفعوا مزيان البنات، بغيت نقول لكم الناس بالنسبه للناس اللي كيرحلوا، هاد السيكان كينفعوا ديروا فيهم ما عندك ديال الحديد والبلاستيك وداك الشيء، تعمروهم كيهزوا لكم بزاف بزاف. والكراتن تخليهم غير للزاج باش يعرف الواحد يتحكم فيهم، وممكن ديروا فيهم حتى هاد الشيء ديال البلاستيك ديال الكوزينه. وهنا الكوزينه عندي يعني تقريبا خويتها، ما بقاش فيها داك الشيء بزاف، بقى غير دوك الطواجن ديال الطين والحوايج حتى همايا. المهم جمعت شويه وبقى لي داك الشيء الاخر بالنسبه للمطويين والحوايج المعلقين، كنحيدهم كنديرهم بالعلاقه ديالهم هكذاك. فصافي يعني بغيت نشارك معكم هاد الفيديو، بنصحكم بعض النصائح تقدر تفيدكم. اوه اخيرا البنات كملت هاد الحوايج صافي. خوات الماريو صراحة هاد الرحيل ماشي ساهل، مبقاش داك الشيء ديال التخربيق، هداك الشيء كنخليه قريب. بالنسبة للبنات اللي بغيتو ترحلوا، والله
خصكم ترحلوا على هذاك الشيء على بعيد، يعني تاخذوا ايام كل نهار مثلا تجمعوا شويه. بالنسبه لهاد الشنطه الصغيره خليت فيها غير الحوايج مثلا اللي غيتلبسوا يومين او 3 ايام، يعني حتى نقاد اموري ورتب الحوايج وهادو كلش في شحال ديال الكوزينه. وملي كنخرجوا كنمشيو لشي محل ولا كنمشيو لشي بلاصه كتقولي ما عندكش الماعن، كتجي تجبدي الماعن كتلقايهم تبارك الله شتو شحال من كرتونه، هادشي كلشي غير ديال الكوزينه، هادشي غير كوزينه كلها. المهم الدار دايره بحال المزبله. هادو تا هما يا حوايج، وهادو هادوك المانط اللي كانوا فوق الخزانه تا هما نزلتهم. ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين. المهم اسمحوا لي ما صورتش لكم داكشي بالتفصيل، هادو الخاميات اللي صبنت بغيت نديهم زعما نقيين، غير نديهم ونعلقهم. الخاميه مسكينه طابت معايا، هادي كنت جايبها من المغرب، البنات اللي كانوا سولوني شي بنات قبل، هادي انا كنت جايبه غير هادو من المغرب، هادو مفتوحين ومشيت انا خيطت ليها، درت ليها هاد التحتاني هذا وخيطته من تحت، لصقتو معاها زعما كاينه، اما هي كانت غير هكذا كنت واخداها ب 80 درهم من القصريه ديال سبعته. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم باقا الرويده تما كاينه، هادشي اللي كاين. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو بزاف، ما عرفش نصور لكم داكشي بالتفصيل صراحه، المهم صورت لكم غير شويه شويه. بغيت نفيد البنات مثلا اللي غادي يرحلوا ولا غادي ترحل، نشجعها واحد شويه بهذا الفيديو، نقول لها راه كلشي كيسالي غير انا، والله يعني اغلب الاشياء انا اللي جمعتهم. المهم راجلي مره كيسلت فغير الا كنتي غترحلي بداي داكشي على يعني شويه على بعد، كل نهار ديري شويه الا كنتي غير بوحدك وصافي. ونشجعكم وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وان شاء الله تسناوني في الفيديوهات اللي جايين نشارك معكم داري جديده ان شاء الله. ونقول لكم مع السلامه حبيبتي.